الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنشرح النهاردة محاضرة اللامبر بانك تشارت. الأوتلاين اللي احنا هناخدها في المحاضرة إن شاء الله في آخر المحاضرة دي المفروض هنبقى عارفين إيه الديفينيشن أوف اللامبر بانك تشارت، الانديكيشن والكونترا انديكيشن، امتى اعمل وامتى المفروض ان انا ما اعملش او ان انا ما اقدرش اعمل لمبر بانكتشر لموانع الاستخدام، ايه اللوكيشن هدخل فين بالظبط في واعمل لمبر بانكتشر، ايه النورمال فاليو والابنورماليتي اوف السيريبرال سباينال فلويد، ايه الكومبليكيشن وهاو تو بريفنت ات كومبليكيشن اللي ممكن تحصل من اللمبر بانكتشر. ده كله ان شاء الله هنعرفه النهارده من خلال المحاضره بتاعه اللمبر بانكتشر. اول نبدأ نتكلم كانترودكشن كده عن اللمبر بانكتشر. ايه هي اللمبر بانكتشر دي؟ فاكرين احنا خدنا قبل كده كان في مصطلح اسمه فين بانكتشر، فاكرينه؟ كان الفين بانكتشر ده عباره عن ايه؟ ان انا بدخل بنيدل في قلب الفين عشان اسحب الايه، لا اما اخد اوبتين بلاد سامبل او عشان اعمل انسرشن او اجيب للايه للميديكيشن. نفس الفكره هي اللمبر بانكتشر، بس هنا بدل ما بخش في الفين لا هخش فين؟ في اللمبر فيرتبرا، في الفقرات القطنيه، ومنها على الايه السي اس اف، على السائل المحيط بالمخ او الايه والبرين. تمام. اول ان هو في الاول ان هو بيبدا نخش في الفقرات القطنيه، وبعد كده على سب اركونيد سبيس اللي هي الغشاء العنكبوتي اللي هي من ضمن الاغشيه المبطنه او اللي بتحيط بالايه بالمخ، وبعد كده بوصل للايه للسي اس اف اللي هو السائل المحيط بالايه بالمخ والسباينال كورد، علشان ابدا ان انا اعمل دايجنو اسحب منه عينه عشان اعمل دايجنوزس، ابدا ان انا اشخص ديزيز معينه، او برضو ان انا اعمل انجكشن لمواد معينه او ميديكيشن معينه. تمام. ده كده اللي انا بقول عليه الايه لمبر بانكتشر. معنى الكلام اللي انا بقوله ان انا اقدر اقول ان الديفينيشن اوف اللمبر بانكتشر عباره عن ميديكال بروسيجر. وده كلمه ميديكال بروسيجر معناها ايه؟ معناها ان الدكتور هو اللي هيقوم باجراء البروسيجر ده، لان تعتبر من لمبر بنكشر من ضمن البروسيجر اللي بتحتاج مهاره عاليه، فبالتالي الدكتور هو اللي لازم يقوم بيها. طب دور النيرس دورها ايه بقى في البروسيجر ده؟ لازم طبعا النيرس تبقى فاهمه البروسيجر كويس قوي، هو بيتعمل ليه وامتى ما ينفعش ان هو يتعمل. كمان هي بتساعد الدكتور ان هي تبدا تجهز الاكوبمنت وتعمل هاندلنج للايه للاكوبمنت اثناء البروسيجر. تمام. طيب الميديكال بروسيجر اللي احنا بنقول عليه ده عباره عن ايه؟ بعمل ايه فيه؟ ان انا بعمل انسيرشن للنيدل، نيدل ببدا ان انا ادخلها، تدخل فين بالظبط؟ في اللامبر سب اركونويد سبيس، في الفقرات القطنيه من خلال الغشاء العنكبوتي اللي بيبطن للايه للسباينال كورد. ليه؟ عشان اعمل وذدرول للسيريبروسباينال فلويد، عشان اسحب كميه من السائل المحيط بالايه بالمخ والسباينال كورد. تمام. يبقى انا عندي الديفينيشن بتاعي عباره عن انسيرشن للنيدل انتو لامبر سب اركونويد سبيس تو وذدرول سيريبروسباينال فلويد. تمام. طيب ايه الانديكيشن بتاعي؟ امتى اقول ان انا عايزه محتاجه اعمل لامبر بانكشر؟ ايه الحالات او دواعي استعمال اللمبر بانكشر دي؟ عندي حاجتين زي ما احنا اتفقنا، ان هدخل النيدل دي لا اما هسحب لا اما هدي ميديكيشن او سبستانس معينه. لو انا هسحب يبقى الهدف بتاعي من اللمبر بانكشر بسميه ايه؟ دايجنوستيك بيربوس، هدف تشخيصي، عشان انا هسحب الايه كميه من السائل ده من اللي هو السي اس اف وابدا اوديه على اللابوراتوري يبدا ان هو ايه يعمل التحاليل عليه عشان يبدا ان هو يديني التشخيص، او يقول لي إيه والله ان البيشنت ده عنده ديزيز معين بناء على الفحوصات اللي اتعملت على السي اس اف. يبقى بالتالي يبقى عندي اول حاجه هبدا ان انا استخدمها من ضمن استخدامات اللمبر بانكشر اللي هي دايجنوستيك بيربوس، هدف تشخيصي. طب هشخص ايه؟ يعني انا هاخد السي اس اف هسحبه وابدا اوديه لابوراتوري، هقدر ان انا اشخص ديزيز زي ايه؟ اول حاجه دايجنوستس اوف المينينجايتس. يعني ايه مينينجايتس؟ اللي هي التهاب السحائي. يعني ايه؟ يعني ده عباره عن عدوى بتصيب الاغشيه المحيطه بالمخ والسباينال كورد، سواء بقى كانت العدوى دي اللي هي المينينجايتس ده بسبب عدوى بكتيريه او فيرال او فانجاي.
الثلاثة دول ممكن ان انا اشخصهم لو كانت المننجايتس بسبب حدوث عدوى بالميكرو اورجانيزم دي، ببدا ان انا اشخصها من خلال اسحب عينه من اللي هو السي اس اف واحللها، فبيبدا عندي يظهر لي الايه اللي هو المننجوكوكس او الفيرا المسبب للايه للمننجايتس، وابدا ان انا اشخص الايه ان البيشنت ده عنده مننجايتس. ايه كمان تاني حاجة؟ ان انا بعمل ميجر للبريجر اراوند ذا برين اند السباينال كورد. يعني ايه الكلام ده؟ في حاجة اسمها بريجر، في حاجة اسمها ايه ضغط، يعني زي اللي هو الضغط الدم، عشان اللي هو الدم اللي بيمشي كده في الفين لازم يبقى له بريجر معينة. هو نفس الكلام، ان عندي السباينال او السائل السي اس اف، السائل اللي هو حوالين المخ والسباينال كورد ده له بريجر برضو معين نورمال، ليه نورماليتي. خلاص انا اعرف ازاي ان البيشنت دوت ان البرجر بتاعه نورمال او اب نورمال؟ من خلال ان انا ببدا ان انا ادخل السباينال نيدل واوصلها بحاجه اسمها مانوميتر، تبدا ان هي يقيس لي الضغط ده قد ايه، ضغط الايه السائل اللي هو حوالين المخ والسباينال كورد ده قد ايه، عشان ابدا ان انا اعرف ان هو نورمال ولا اب نورمال. هل هو في يا ترى هو دوت البيشنت ده ما عندهوش اي يعني نورمال، البريشر بتاعه نورمال، ولا في انكريس في الانتراكرينيال بريشر اللي هو زياده في الضغط داخل ايه المخ. تمام، يبقى ده بقدر اشخصه من خلال الايه انسرشن للايه للنيدل او اللامبر بانكشر. ايه كمان ببدا ان انا اشخص، اقدر ان انا اشخص حاجه اسمها سب اركونويد هيموريد اللي هو النزيف داخل الايه الغشاء العنكبوتي، من خلال لما اجي اسحب برضه داخل السباينال نيدل دي واسحب الايه كميه من اللي هو السي اس اف، ببدا ان انا اشوف ان السباينال الكالر نفسه بتاع السي اس اف دوت ان هو فيه دارك او بلاد، معنى كده ان هو ان هو ده فيه ايه هيموريد. تمام، يبقى انا كده قدرت ان انا اشخص لو البيشنت ده عنده هيموريد. كمان اقدر ان انا اشخص لو في عندي سنترال نيرفس سيستم ديزيز، لو في ديزيز في بتصيب الجهاز اللي هو العصبي اشخصها برضو من خلال الايه السي اس اف. تمام، دي كده ان انا بقول عليها دياجنوستيك بيربوس، اهداف ايه تشخيصيه ان انا اشخص من خلال السي اس اف اللي انا سحبته. طيب تاني حاجه ثيرابيوتيك، ادام قلنا كلمه ثيرابيوتيك علاجي يبقى معنى كده انا مش هسحب، مش هياخد العينه من السي اس اف عشان اوديها اللابوراتوري، لا ده انا هعمل انستليشن او هدي او هعمل انجكشن، هحقن ماده معينه او ميديكيشن معين من خلال النيد اللي انا حطيتها دي للسي اس اف. زي ايه؟ زي اول حاجه عندي حاجه اسمها انستليشن للكيموثيرابي، ان انا بدخل علاج كيماوي. طيب والعلاج الكيماوي دوت مش احنا بنسمعه ان هو بيتاخد تابلت او عن طريق الفين، ايه اللي انا بدخله من السباينال كورد ده؟ ده نوع من ضمن علاج من انواع العلاج الكيماوي. عندي العلاج الكيماوي ده نوعين، لا اما سيستماتيك كيموثيرابي او لوكال كيموثيرابي. سيستماتيك ان انا بديه تابلت اللي هو المعروف بقى اللي هو الكومن اللي الناس كلها بتستخدمه، ان هو بياخده عن طريق على شكل اقراص او عن طريق الايه اللي هو الحقن اللي هو المحلول بقى، وبيمشي عن طريق الايه السيركوليتنج سيستم بقى. ده بيأثر في السيستماتيك، ده بيأثر على الايه على الخلايا بتاع الجسم كلها سواء كانت سليمه او على الخلايا السرطانيه. ده الجديد بقى دلوقتي ان هم بدأوا علشان يحافظوا، يحاولوا ان هم يحافظوا على الخلايا خلايا الجسم اللي هو السليمه، بقوا يعملوا ايه، يحقنوا الكيموثيرابي مباشره على السيستم المصاب اللي هو موجود فيه الكانسر، عشان يحاولوا ان هم بمجرد ان هم الكيموثيرابي بس يأثر على الخلايا السرطانيه المصابه دي ونحافظ على الخلايا السليمه. طب ازاي؟ من لو هنا بقى في الحاله دي، لو انا عندي ان الكانسر ده موجود في السباينال كورد او في البرين، فببدا ان انا اعمل انسيرشن للنيدل واعمل انستليشن للايه لللوكال كيموثيرابي مباشره. هو ده اللي انا بقوله دايركت بقى، هحقن الكيموثيرابي مباشره على المكان اللي فيه الايه اللي فيه الكانسر. تمام، طيب تاني حاجه السباينال اناسيزيا بقت كومن دلوقتي، بلاقي ان معظم دكاتره التخدير بقوا يستسهلوا ويستخدموا التخدير النصفي. التخدير النصفي ده اللي هو اللي هم بيستخدموه اكتر كمان مع اللي هو الايه سيزيريان سيكشن اللي هم حالات الولاده القيصري، بقوا معظمهم دلوقتي يستخدموا الايه السيزيريان السباينال اناسيزيا ده. طب ازاي؟ ان هم عن طريق اللامبر بانكشر برضو انسيرشن للنيدل، ويبداوا يعملوا انجكت او انستليشن للاناسيزيا اللي هم بيستخدموها للماده المخدره دي او الانالجيسيا من خلال السباينال ايه نيدل. طيب ايه كمان؟
كمان اقدر ان انا اعمل انستيليشن للكونتراست ميديا فور السباينال كورد ايميجينج. يعني ايه الكلام ده؟ كلنا بنسمع عن الاشعه الصبغه، ان انا عايز اعمل اشعه معينه، فقبل الاشعه دي زي سي تي او اللي هو الام ار اي اللي هي الاشعه المقطعيه او الرنين المغناطيسي، قبلها المفروض ان البيشنت ده بياخد ماده مشعه.